لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطور وايةً ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل لنا السكينة علينا وثبت الأقدام اللي لقينا. أهلا بكم وسيشن جديد من سيشن ستارت ويندوز. بنحب نرحب بكم في السيشن رقم 19. بنحب نرحب بكل الناس اللي انضموا لينا جديد، كمان بنحب نرحب بكل الناس اللي متابعانا على مدى 19 محاضرة فاتت. اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن الكمبيوتر وعن الويندوز بشكل مفصل، واتكلمنا عن أمور كتير جدا. ان شاء الله مكملين النهارده معاكم في السلسله الخاصه بستارت ويندوز، وزي ما عودناكم انتوا دايما اقتراحاتكم واستفساراتكم هي دايما المحرك الاساسي لينا اللي على اساسها بنختار كل المواضيع اللي بنناقشها في ستارت ويندوز. احنا هناخد حاجه النهارده يا جماعه اسمها جوجل دي ان اس. يعني ايه جوجل دي ان اس؟ اي موقع في الدنيا تتخيلوه عباره عن ارقام. يعني جوجل دوت كوم مثلا عباره عن رقم. ازاي رقم؟ ايوه عباره عن رقم. يعني انت مثلا تخيل ان ده مثلا يعني سي ان ده رقم جوجل. تخيل ان ده رقم جوجل. وقيس بقى كده على كل المواقع، اي موقع في الدنيا ليه رقم. هم لما لقوا الموضوع اصعب شويه، يعني لما لقوا موضوع الارقام ده بالنسبه لهم اصعب شويه، قالوا لا احنا هنحول الارقام ديت لاسماء. تمام؟ لاسماء. اذا اي اسم في الدنيا بيقابله رقم. اي اسم في الدنيا بيقابله رقم. يعني جوجل دوت كوم بيقابله رقم، فيسبوك دوت كوم بيقابله رقم، ياهو دوت كوم بيقابله رقم. طيب مين اللي بيترجم بقى موضوع الارقام ده للاسماء لارقام والعكس؟ يعني مين اللي يقدر يفهمني الموضوع ده؟ في حاجه اسمها الدي ان اس سيرفر. سيرفر كده بالظبط. تمام؟ سيرفر كده اسمه الدي ان اس. طيب الدي ان اس ده مين يقدر يقول لي الدي ان اس اختصار لايه؟ على فكره بحاول ابقى بسيط جدا والله عشان الناس ما تتعقدش. دومين نيم سيرفر. برافو. الدومين نيم سيرفر ده تمام بيحول الاسماء لارقام، وبيحول الارقام لاسماء. طيب اذا الدومين نيم سيرفر ده يعتبر زي البواب بتاعي بالظبط. يعني بقول له لو سمحت انا عاوز رقم جوجل، يقوم هو واخد الاسم مني تمام وطالع في الوورلد وايد ويب او في الانترنت، شبكه الانترنت بالكامل بره، ويدور على حاجه اسمها جوجل، شوف رقمها فين. اول ما يلاقيها يكاتش الويب سايت ده او يمسك الموقع ده ويبتدي يفتحه لي. حلو؟ ويبتدي يفتح لي الموقع ده عندي. اذا لو كان عندي دي ان اس سريع يبقى فتح المواقع بالنسبه لي هيبقى اسرع. يبقى فتح المواقع بالنسبه لي هيبقى اسرع. طب حلو قوي. اذا انا دلوقتي عايز اركب عندي بواب او عايز اركب عندي شخص يفتح لي المواقع بشكل اسرع. هعمل ده ازاي؟ هعمل ده بطريقه بسيطه قوي. احنا عندنا فري دي ان اس، يعني مواقع دي ان اس مجانيه. عندنا بوابين بيشتغلوا ليل ونهار ببلاش. تمام؟ هدفهم ان هم يوصلوا لنا المواقع بشكل احسن، المواقع بشكل اقيم. دي حاجه. كمان مش بس كده، سي ان في ناس بتدور كتير جدا على طرق بتمنع مواقع البورنو او المواقع الاباحيه اللي احنا بنقول عليها. تمام؟ مش بس كده، ده في ناس بتدور على طرق تمنع بيها المواقع اللي فيها فيروسات. واو، ازاي؟ مش احنا قلنا ده بواب؟ ايوه. يعني لو لقى اي شخص كده غريب داخل البيت بتاعك قال له انت رايح فين؟ تعال الاول اما احللك اشوفك ظروفك ايه؟ طلع تعمل ايه؟ لو لقاه مش ولا بد يعني بيقولوا له الخلف دول وبيرجعه مره ثانيه. يعني نفس الفكره بالظبط. اي دي ان اس احنا هنركبه بيبقى عامل زي السيرفر بالظبط، في فلاتر. الفلتر ده ما بيعديش المواقع اللي هي الضاره بينا. طيب في دي ان اس مجاني اسمه اوبن دي ان اس. اوبن دي ان اس ده اشهر دي ان اس. تمام؟ اما الدي ان اس الثاني، طبعا احنا في افهم كمبيوتر بنعمل برنامج جديد ان شاء الله هيكون معانا المحاضره الجايه هناخد نظره عليه، اسمه سمارت انترنت اكسلريتور او مسلع الانترنت الذكي.
كنا قاعدين شغالين عليه امبارح، بس ربنا ييسر ما لحقناش ان احنا ناخد المحاضره دي. تمام. برافو يا عبد الرحمن. تمام. عندنا اوبن دي ان اس، عندنا جوجل دي ان اس، عندنا كومودو دي ان اس، عندنا نورتون دي ان اس. الاشهر دين اللي احنا قلناهم دول كلهم اوبن دي ان اس اند جوجل دي ان اس. دلوقتي عايزين نعرف، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، دلوقتي عايزين نعرف ازاي هنركب البواب ده عندنا في الجهاز، ازاي هنركب البواب ده عندنا في الجهاز. تمام. تعالوا مع بعض نتعلم ازاي هنركب الدي ان اس ده عندنا في الجهاز علشان نحمي نفسنا من المواقع اللي هي الضاره باختلاف انواعها، سواء بورن او سواء مواقع لها فيروسات ما تفتحش عندنا. تمام. طيب الدي ان اس ده ممكن يتركب على الراوتر علشان اي حد مشترك على قطع الانترنت ده ما يعرفش يفتح او ما يدخلوش مواقع فيها فيروسات، او ممكن اركبه على جهاز انا لوحدي لو انا ماليش تحكم على الراوتر. طيب انا دلوقتي عايز اعرف نوعيه الدي ان اس، او عايز ادخل على موقع فيه دي ان اس. طبعا ده موضوع. تمام. حد معانا احمد سامي او احمد صلاح او نور؟ حد معانا من السبورت بتاع افهم؟ تمام. يا ريت بس لو حد معانا من السبورت بتاع افهم يبلغني. طيب تمام. ويلكم باك. طيب يا نور، معلش بس ادخلي على اللينك ده وخدي لنا التايتل بتاع العنوان وحطي لنا بقى الموضوع بالكامل علشان الناس تاخد كوبي وبيست. عامة كل الناس تدخل على الموضوع ده، في شرح كامل للاوبن دي الجوجل دي ان اس، شرح يعني ايه دي ان اس وازاي نركب الدي ان اس ده. حتى احنا عاملين لكم كده باتش صغير، او عاملين لكم زي حاجه زي برنامج كده، مجرد ما تضغط عليه يركب لك الدي ان اس ده. لكن احنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي هنركب الدي ان اس ده بشكل يدوي، ازاي هنركب الدي ان اس ده بشكل يدوي. تمام. طيب تمام. هنيجي هنا على شايفين علامه الانترنت اللي بتبقى تحت دي؟ تمام. علامه الانترنت اللي بتبقى تحت الشير. تمام. بس يا جماعه تمام. طب حد واقع منه نقطه مش فاهم يعني ايه دي ان اس، موضوع البواب والبوابه بتاعتنا؟ حد عايزنا نتكلم في نقطه قبل ما ندخل ازاي نركب الدي ان اس ده؟ طيب اتفضلي يا جميل خير. اي حد ليه استفسار في النقط اللي احنا شرحناها مش فاهم؟ طيب مرة تانية احنا نشرح الامر بشكل مبسط خالص اهو. طيب اي موقع في الدنيا، تمام، اساسه ارقام، يعني اساس اللينك بتاعه مش جوجل دوت كوم، لا اساسه رقم. تمام. بس احنا مش هنقدر نحفظ كمية الارقام دي كلها، صعب قوي. لكن بالعكس هنقدر نحفظ لينك موقع، يعني انا اقدر مثلا اعد لك 10 مواقع دلوقتي: جوجل دوت كوم، سي ان ان دوت كوم، الجزيره دوت كوم، العربيه دوت نت، افهم كمبيوتر دوت كوم، افهم كمبيوتر دوت نت، ياهو دوت كوم، جيمز دوت ياهو دوت نت، اسك في جي دوت كوم، هاو تو جيك، اتاوت دوت كوم، ويكيبيديا دوت كوم. تمام. تخيلي انا حافظ كميه مواقع كويسه قد ايه. لكن لو جيت بقى قلت لك مثلا الرقم بتاع جوجل 2.4.5 مش عارف ايه، مش هحفظ الارقام. اذا هم جم سهلوا علينا ان هم اخترعوا للمواقع دي بدل ارقام اخترعوا لها اسماء. تمام. بس الاسماء دي بتحتاج مره ثانيه ان هي تتحول لارقام عشان الموقع يفتح، علشان الموقع متخزن على السيرفر بتاعه او طريقه الوصول ليه بالرقم. اذا هحتاج حاجه تحول لي الرقم ده او الاسم اللي انا كتبته جوجل دوت كوم ده للرقم علشان الموقع ده يفتح عندي. مين اللي بيعمل كده؟ اللي بيعمل كده جهاز كده عليه قائمه، قائمه الاسماء مقابل الارقام، يعني شوف جوجل دوت كوم ده رقمه ايه يفتحه لك. تمام. طيب اذا دلوقتي لو انا عندي جهاز سريع قوي ومتخزن عليه عدد ارقام كبيره قوي، هقدر ان انا اي ويب سايت افتحه بسهوله. تمام. اذا انا محتاج جهاز قوي يكون متخزن عليه كميه كبيره من الارقام علشان اقدر افتح اي ويب سايت واقدر اوصل لاي ويب سايت بسرعه. حلو قوي. طيب مش بس كده، كمان الجهاز ده عامل زي جهاز الحمايه بالظبط، فلتر كده، عنده قايمه بالمواقع اللي هي مش ولا بد كده ان انا لو دخلت عليها هتعمل لي مشاكل عندي في الجهاز.
وانت لما بتيجي تدخل عليها يقول لك لا ستوب، الموقع ده مش كويس. حلو، لحد كده فاهمه؟ طيب لا لا، دي الناس ملوش علاقه ببطل النت خالص. تمام. طيب حلو قوي. احنا دلوقتي بقى عندنا اكتر من اوبن دي ان اس، عندنا اكتر من جهاز زي ده. الجهاز ده عباره عن ارقام برضه، بنركبها في الجهاز عندنا. طيب عندنا حاجه اسمها اوبن دي ان اس، وعندنا حاجه اسمها جوجل دي ان اس بتاع جوجل، وعندنا حاجه اسمها نورتن دي ان اس بتاع شركه نورتن بتاعت الانتي فيروس، وعندنا كومودو. تمام. طيب انا اخترت مثلا جوجل دي ان اس، وعايز ان انا مثلا اركب كمان اجيب اوبن دي ان اس اهوت. تمام. طيب ازاي هركب بقى الارقام ديت عندي في الجهاز؟ يعني مثلا انا دخلت على اوبن دي ان اس اهوت، الموقع بتاع اوبن دي ان اس، وابتدي اشوف الدنيا فيه ازاي. طبعا زي ما قلنا ان الدي ان اس ليه فايده كبيره قوي. اول حاجه بيسرع البراوز، يعني يسرع لي التصفح لموقع معين. مجرد ما انا بطلب مثلا جوجل دوت كوم الاقي جوجل دوت كوم وصل لي بسرعه. تمام. اي ويب سايت وصل لي بسرعه. الحاجه الثانيه ان هو بيمنعني المواقع الضاره. ويلكم باك احمد بريكا. تمام. بيمنعني المواقع الضاره لو انا دخلت على موقع مش تمام قوي، يعني كده ولا كده غصب عني، يمنع لي المواقع الضاره. طيب ادي الويب سايت اهو بتاع اوبن دي ان اس. زي ما انتم شايفين بيقول هوم برينتل كنترول بزنس ويب سكيورتي والدي ان اس. يعني هنا بيقول لي ان انا عندي تحكم او اشرافي في المنزل، كمان بزنس ويب سكيور. تمام. او سكيورتي، ان انا عندي امان في الشغل بتاعي، ان انا طبعا بعمل حمايه للشركه بتاعتي، ان اي حد يقدر يدخل لها او اي حد يقدر يخترقها عن طريق ويب سايت. كمان بيحط لي الدي ان اس بتاعه. ادي الارقام بتاعتهم اهي، يعني دي ارقام بتاعه الاوبن دي ان اس. انا عايز اركب الارقام دي، هعمل ايه؟ بالراحه خالص اهوت، علشان انا مش عايز ازبل الشرح. عندي الايقونه بتاعه الانترنت تحت اهي، الايقونه بتاعه الانترنت. هفتح الايقونه ديت، هلاقي اول حاجه تحت اسمها اوبن نتورك اند شيرنج سنتر. اوبن نتورك اند شيرنج سنتر، هضغط عليها هيفتح لي نافذه ثانيه. تمام. النافذه دي هلاقي حاجه اسمها الاكسس تايب، هلاقي كل الكروت اللي عندي. طبعا انتم مش هتلاقوا الكارت واحد اللي هو مكتوب جنبه كده كونكشن. تمام. لوكال اريا كونكشن. تمام. لوكال اريا كونكشن عاده بيبقى لوكال اريا كونكشن، بس لو لقيته بقى 2 او 3 جنبه ما يهمكوش خالص. لكن انت هتضغط على كلمه لوكال اريا كونكشن. بعد ما اضغط على كلمه لوكال اريا كونكشن هاجي على كلمه بروبرتيز من تحت. عندي كلمه بروبرتيز، اتاكد بس ان الصوت شغال، اكون بشرح نفسي. الصوت شغال يا جماعه، وعليكم السلام وبركاته. الصوت تمام. تمام. طيب حلو قوي. هضغط على كلمة بروبرتيز، وهنزل تحت على حاجة اسمها انترنت بروتوكول فيرجن 4 او اي بي فيرجن 4. تمام. الاي بي فيرجن الرابع، هضغط عليها الدبل كليك. تمام. هي عادة بتبقى معمولة كده، يعني بتبقى الخيار ده متفعل على اوبتين دي ان اس سيرفر ادرس اوتوماتيكلي. يعني اختار انت الدي ان اس مع نفسك. يعني انا اقول له لا يوز فولونج دي ان اس سيرفر، استخدم الدي ان اس اللي انا هحطه لك ده، وابتدي ادخل الارقام بالترتيب. تمام. 208 67 38. تمام. 208 67 38. تمام. وابتدي ادخل الارقام الثانيه 208 67 220 220. تمام. 208 6 يا 67 ولا 64؟ 67 معلش، النوم 67
2 2 0 2 2 0 تمام، وهعمل اوكي تمام، وهعمل اوكي. طيب حلو قوي، جميل خالص. اذا كده انا ركبت الدي ان اس، كله فهم ازاي نقدر نركب الدي ان اس بتاعنا علشان نقدر نستمتع بسكيور اكبر، نقدر نستمتع ب اكسس او الوصول لاي موقع بسهوله. تمام برافو. تقدر تكتب ncap دوت سي بي ال في الران على طول من غير ما تكتبها في السين دي. تمام، لكن احنا علشان بس بنعمل طريقه ما تعجزش الناس، هندور لهم الامور بسرعه. طيب عدد من اوامر الرام تشتغل على كل حاجه، وبعدين اسمها لوكال اير كونكشن عشان بس ما تلخبطش الناس، لان هيقعدوا يدوروا على كلمه الدخول للشبكه المحليه دي. تمام، تسلم يعني، متشكرين جدا، ربنا يكرمك يا رب. طيب كله فاهم ازاي ان احنا نبدا نعمل نبدأ نعمل قولوا معايا، نبدأ نعمل نركب الدي ان اس بتاعنا. تمام، حد ناقصه معلومة في موضوع الدي ان اس ده؟ تمام طيب تسلموا لي يا شباب، بس يا ريت بس ما حدش يحط الداتا لو سمحتوا، بس غير علشان نكون متأكدين من الداتا دي. دي الناس ده انا ما اعرفوش. تمام، وبعدين ما اسموش فلتر البورنو، يا ريت بس الله يخليك ما حدش يحط اي داتا علشان ما نضطرش ان احنا نعمل بلوك للناس. نرجع مرة تانية. تمام، اعتقد ان كل الناس فهمت دلوقتي ازاي ان احنا نركب الدي ان اس بتاعنا وازاي ان احنا نستعمله. طيب حلو قوي. الموبايل بتاعنا لا بالعكس، انا مشكورك جدا يا مصطفى، بس علشان عارف الداتا لما تبقى كبيره قوي على الداشبورد بتاعتنا انا هتلخبط، فبس انا مش عارف الفلتر كود ده دي الناس بتاع ايه اصلا، فانا مش هقدر اشرح للناس ايه دي الناس ده اساسا، فعايزين الناس لما تاخد مننا معلومه تبقى دراسه قوي. اوكي، نرجع مره ثانيه. طيب الموبايل بتاعي لما بيبقى عليه ارقام كتيره قوي، ساعات الموبايل بيهنج. يعني لو انا دلوقتي مثلا مسجل ارقام سي مثلا جون اند رولا اند مثلا مش عارف مين، مسجل يجي 2000 رقم عندي. حلو، ممكن يحصل هنج كده للتليفون، والاقي مثلا ادم بيرن عليا، يروح مثلا ظهر لي اسم ابراهيم. تمام، مثلا وليكن اندرو بيرن عليا، يظهر لي رقم عبد المتعال مثلا. تمام، يعني الدنيا تدخل في بعض بالظبط. طيب ممكن يحصل تهنيجه عندي في الجهاز، او ممكن يحصل مشكله عندي في الدي ان اس بتاعي، حاجه اسمها دي ان اس كاش، حتى لو مش مركب دي ان اس. تمام، اي شركه انترنت في الدنيا جايبين الاثنين اللي فيها اللي بيقعدوهم، يعني اثنين بنات سايبين شعرهم كده عشان كنت في شركه انترنت النهارده، اثنين بطيخ يعني، جايبينهم قاعدينهم على مكتب ومديلهم 3 اوامر كده، اي حد يدخل لهم يحسسوه ان هو يعني مهندسين شبكات. تمام، فانا داخل النهارده موقف ما شاء الله عليها، يعني مهتمين قوي، بيديله مرتبات مختلفه للميك اب بتاعه. بقول لها حضرتك انا الانترنت عندي وحش جدا وانا عايز اعمل كانسليشن للخط بتاعي. تمام، يعني فراحت عامله كده بشعرها، فانا فكرت حاجه تتنطر عليا ولا بتاع، فقال لي ايوه يا فندم، حضرتك جربت تعمل الاوامر اللي احنا بنقولها لحضرتك؟ قلت لها يعني اوامر ايه بالظبط؟ قالت لي تكتب كده، يعني تعمل فلاش دي ان اس وبتاع. قلت لها هو دي ان اس يعني ايه اصلا؟ تمام؟ فراح السكت. فاي شركه انترنت هتروح هيقول لك الجملتين دول، فانت يا ابن الحلال انت تعمل كده بالظبط. تمام؟ افهم يعني ايه؟ واعملهم لنفسك عشان لما تروح تحط
صغيرينك الاثنين في عينيهم تقول لهم انا عملت لما يعمل والنت بتاعك زي الزفت. طيب اوكي. بالظبط، حافظين كلمتين وخلاص. طيب يعني ايه فلاش دي ان اس ده؟ يعني من كتر مش احنا قلنا ان المواقع دي عباره عن ارقام، تمام؟ الجهاز بتاعي ده مش كل شويه هيطلع يبص هو الرقم بتاع جوجل ايه؟ والرقم بتاع ياهو ايه؟ والرقم بتاع الموقع الفلاني ده ايه؟ فعنده كده حاجه اسمها كاش، بيكاش الاسماء وصدى الارقام عشان تفتح جوجل على طول، تفتح ياهو على طول، تمام؟ طيب من كتر الكاش ده بيحصل مشكله، ممكن الاقي النت معايا بطيء ساعات، ممكن الاقي عندي مشكله.